هنقراها من الورق، هنقراها من مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم المجلة. في هذا العدد نستعرض ونصفح معاكم العديد من الصفحات المفيدة والمتنوعة، ونتناول أخبار ومعلومات من ليبيا ومن كل أنحاء العالم. خليكم معنا. عدد اليوم مليان أخبار ومعلومات ومواضيع متنوعة، نتمنى أنها تنال رضاكم واستحسانكم. طبعا لو حابين تشوفوا الأعداد والحلقات الماضية اللي فاتتكم من برنامج المجلة تقدروا تتابعوها ومن خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي راح تظهر أسفل الشاشة. وأيضا لو عندكم أي ملاحظات أو أراء أكيد راح نكونوا سعيدين إنكم توصلوها لنا على صفحة البرنامج. إذا مشاهدين الكرام خلينا نشوفوا شن عندنا اليوم من عناوين في هذا العدد. في صفحة تكنولوجيا واتصالات، سترة ذات أجنحة طيران تعمل بالكهرباء وصراصير روبوتية تتجول في المنزل وتنفذ المهام. وفي صفحة كاميرا ليبيا نتابع اختتام فعاليات ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات. رواية أن تقتل طائر بريئا للروائية الأمريكية الشهيرة هاربر لي هي كتابنا لعدد اليوم في صفحة إصدارات. مبنى الأتوميوم أحد رموز بلجيكا هو معلم اليوم في صفحة معالم. إذا مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا عناوين بعض عناوين عدد اليوم، شو رأيكم نتصفحوا مع بعض أولى صفحات مجلتنا ونشوفوا شن عندنا من أخبار واختراعات وابتكارات في صفحة تكنولوجيا واتصالات. في عنوان أول عنوان معنا أو أول خبر معنا اليوم في صفحة تكنولوجيا واتصالات عن صراصير. هذه الصراصير هي صراصير روبوتية تتجول في المنزل وتنفذ المهام. على الرغم من أن وجود صراصير روبوتية في المنزل ممكن ما يكونش خيار مثالي بالنسبة للبعض، لكن تنفيذها لمهام عديدة ممكن تخليهم يتقبلوا فكرة وجودها. علماء جامعة تسوكوبا استلهموا تصميم الصرصار الروبوتي الجديد من صراصير مدغشقر المعروفة بعد ما راقبوها لفترة طويلة لفهم الآلية حركتها، وهذا اللي ساعدهم على تزويد روبوتاتهم أو روبوتهم الجديد بوظائف حركية عديدة. الروبوت الجديد يسمى كالمبوت ويتضمن أقطاب كهربائية وبطارية وهوائي بالإضافة لشاشة على ظهره. هذه الروبوتات تنفذ عدة مهام زي تحريك الأشياء والرسم على الورق باستخدام أقلام الرصاص، وتشبه روبوتات روبوروش اللي ظهرت في سلسلة الرسوم المتحركة 00S. الباحثين قالوا أنهم تبتوا أجزاء جديدة في الروبوتات، وفي خصيصا هذه الروبوتات وخاصة هذا الروبوت الصغير تساعد على رسم الخطوط ونقل الأشياء. وأضافوا أن الروبوت الجديد يستخدم أيضا كوحدة إدخال البيانات وجهاز صوتي وواجهة لمس، وتضمن خوارزمية تمكن الروبوتات من تقديم المساعدة لبعضها إن فشل أحدها في تنفيذ مهمته. واستلموا الباحثون هذه الفكرة طبعا من السلوك التعاوني للحشرات الحقيقية. خبرنا الثاني عن سترة للطيران ذات أجنحة تعمل بالكهرباء.
طورت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية BMW مركبة تعمل بمحرك كهربائي وتقدر تحلق في الجو بالتعاون مع قافز المظلات الأسترالي بيتر سالتسمان اللي فكر في وسيلة تخليه أطول مدة في الجو. المشروع استغرق 3 سنوات لغاية ما تم تحويل الفكرة إلى إنتاج حقيقي، وخلال ذلك الوقت تم اختبار سترة الطيران اللي طورتها BMW في عدد من أنفاق الرياح المصممة لاختبار معدات الطيران والتحليق زي السترات ذات الأجنحة المعروفة. في هذه السترة تم تصنيع جسم وحدات الدفع نفسه من ألياف الكربون والألمنيوم بحيث لا يزيد وزنها عن 16 رطل، ويمكن لكل وحدة من هذه الوحدات دفع الدوران بنحو 25,000 لفة في الدقيقة، وتنتج طاقة تبلغ 15 كيلووات، ويتم الحصول طبعا على الطاقة من خلال بطارية ليثيوم طبعا مؤين بقدرة 50 فولت. مع الانتهاء من انتاج السترة ذات الأجنحة كان على سالتسمان اختبارها، وبالفعل حط نفسه داخل السترة وقفز بها من طائرة هليكوبتر فوق أحد جبال النمسا، بعدين بدأ يسبح في الهواء على ارتفاع حوالي 10,000 قدم، وعندما بدأ بالهبوط إلى أسفل قام بتشغيل وحدات الدفع في السترة ليطير فوق سلسلة جبال الأخوة الثلاثة. خبرنا التالي: أسهم روبوتية لحماية الأشجار من التغيرات البيئية. طور فريق باحثين في بريطانيا طائرة أو نوع من طائرات مسيرة روبوتية يمكنها إطلاق أسهم تحمل وحدات استشعار على الأشجار من مسافة عدة أمتار. طبعا هو حقيقة يجري بالفعل استخدام هذه الوحدات، هي وحدات استشعار، في الغابات باش يتابعوا التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، فضلا عن تحركات الحيوانات والحشرات في بيئتها الطبيعية، وكذلك مراقبة حرائق الغابات في حالة حدوثها. غير أن من الصعب تثبيت هذه الوحدات على الأشجار الطويلة، لأن تسلق هذه الأشجار طبعا فيه خطورة كبيرة. تم تزويد الطائرات الروبوتية بكاميرات من أجل تحديد أهدافها، كذلك تحمل مواد معينة يمكنها تغيير شكلها عندما تتعرض للحرارة باش تتشكل رؤوس السهام وتلتصق بالأشجار. وتستطيع الطائرات أيضا المسيرة هذه أنها تهبط على فروع الأشجار من أجل تجميع البيانات بنفسها، بحيث تقوم بدور وحدات استشعار متحركة. وتم في الوقت الحالي التحكم في هذه الطائرات المسيرة بواسطة البشر عن طريق أجهزة للتحكم عن بعد، ويأمل الباحثون في جعل هذه الطائرات تتحرك ذاتيا من أجل اختبار قدرتها على الملاحة والطيران في الغابات ذات الأغصان الكثيفة. هذا كان كل شيء عندنا في آخر أخبار عالم التكنولوجيا والاتصالات والتقنية، وتوا خلينا نتصفح صفحة جديدة، صفحة محبي الألعاب الإلكترونية، واللي يشرف عليها صديق البرنامج عبد الله هدية. شن اخترنا عبد الله لهذا العدد وشن عندنا؟ خلينا نشوفه مع بعض. أول لعبة معانا، لعبتنا الأولى هي توين ميرور، لعبة متخصصة في حل الجرائم عن طريق سام اللي هو الصحفي اللي يرجع لقرية باسود اللي تقع في غرب فرجينيا باش يكتشف وقوع جرائم متعددة يحاول يكتشفها بطريقته الخاصة. اللعبة لها عدة نهايات حسب تقدمه خلال اللعبة، واللي توفر لك طريقة ملائمة لحلها عن طريق فصل العالم الواقعي عن الخيالي والأفكار اللي تدور داخل عقل سام لتبسيط عمليات التحليلات وحل أيضا الغاز القضية. اسلوب اللعب من المنظور الثالث، واللي يعطيك مشهد واضح للاعب اللي تلعب به ومحيطه. تاريخ الاصدار كان يوم 1 ديسمبر العام هذا على جميع منصات الالعاب. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. I won't lie, it really hurt coming back. Sam, why'd you do that to yourself? I need to know what happened last night. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's all the information I need. Time to put everything together. So, did you find anything? Things don't add up. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. Answers. Good or bad, I need answers. And you always seem to angry up everyone's blood.
What did I do? You left. Calm down. Breathe. Choose. لعبتنا الثانية هي هيتمان 3. طبعا العميل 47 يعود لعالم الألعاب من جديد بالجزء الثالث. الجزء هذا يتبع أسلوب الجزئين اللي قبله من جميع النواحي، خصوصا طور القصة اللي تعتبر شبه معدومة وتعتمد على ردات فعلك فقط في المهمات الموكلة إليك. مهمتك بكل بساطة هي القضاء على الهدف بأي طريقة ممكنة، وهنا تكمن ميزة اللعبة واللي توفرها الجزء الثالث بشكل أوسع، بحيث أصبح بإمكانك السفر حول العالم لملاحقة الهدف، وتقدر تتنكر بأي زي والعمل بأي وظيفة باش تتقرب أكثر من هدفك وأتمام المهمة. ممكن السلبية الوحيدة اللي توها تلاحظها في اللعبة إن الرسوميات فيها مش متمكنين فيها هلبة، وتحسهم إنهم كأنهم من الجيلين اللي فاتوا. اللعبة حتطلع للأجهزة الجديدة بداية العام الجاي. As you take on the role of Agent 47, his deadly abilities, tools, and instincts are at your fingertips. You get to travel the world and kill interesting people. And with complete freedom of approach, making the how, the when, and the where all up to you. 47 can get in anywhere. Sometimes with the aid of a stolen access card, a Gleam key code, hacking the lock with his new camera, or just using good old-fashioned brute force. And sometimes all you need is an invitation. You can blend in anywhere. Disguises offer you access to correspond. لعبتنا الأخيرة هي باتبون، وهي لعبة من ألعاب سوني البسيطة والممتعة، واللي تعتبر لحن من ألحان القبيلة اللي حتلعب بيها لاستعادة أرضك المنهوبة من الوحوش والقبائل المحتلة. في لعبتك هذه حتساعدك الألحان في إعطاء الأوامر لأفراد قبيلتك بالتقدم والهجوم والتراجع والدفاع عن طريق ضغط الأزرار الصحيحة مع الإيقاع. ومع كل تقدم تحققه تلاقي غنائم تخليك تكبر قبيلتك وتنتج أفراد جدد ومحاربين أقوياء. اللعبة متوفرة في متجر بلايستيشن 4، تقدروا تحملوها وتستخدموها. طبعا كان هذا كل شيء عندنا في صفحة الألعاب، ولو عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي لعبة أكيد تقدروا تواصلوا معنا عن طريق صفحة البرنامج اللي راح تشوفوها على الشاشة. جي كي رولينج الروائية وكاتبة سيناريو ومنتجة أفلام بريطانية، واللي عرفت بتأليفها سلسلة روايات هاري بوتر الفانتازية، تقول: إذا كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب. القراءة تخليك تسافر إلى كل مكان بدون ما تمشي خطوة واحدة. شو رأيكم سافروا مع بعض وننتقلوا لصفحة جديدة من صفحات مجلتنا، صفحتنا الجاية خاصة لمحبي وعشاق الكتب والقراءة، صفحة إصدارات. حنستعرض اليوم رواية أمريكية شكلت علامة فارقة في الأدب الأمريكي الحديث. اسم هذه الرواية أن تقتل طائرا بريئا، وفي ترجمة أخرى أن تقتل عصفورا محاكيا، To kill a mockingbird. هذه الرواية من تأليف الكاتبة الأمريكية هاربر لي، وطبعا وفور صدور هذه الرواية في عام 1960 حققت نجاح كبير وحصدت جوائز البوليتز وتم تحويلها إلى فيلم. وعلى الرغم من أن القصة تناولها يعني القصة تتناول قضايا جادة زي التفرقة العنصرية، إلا أنها
تأخذ القارئ إلى حقيقة السلوك البشري، المعاناة واللطف والقسوة والحب والكره والفكاهة والأسى، وهي بحسب كل من يقرأها تحفة فنية قادمة من الأدب الأمريكي. تفاصيل أكثر عن هذه الرواية تعرفوا عليها في التقرير التالي اللي عده الزميل زيد المؤمني. في أليباما تعيش سكاوت وأخوها جيم وأبوهما أتيكوس الذي يعمل محامياً، وكان رجلاً صالحاً يحاول تربيتهما على الاحترام والأخلاق الحميدة. وكانت سكاوت وجيم وصديقهما يلعبون واعتادوا مشاكسة جارهم المصاب بالتوحد ويدعى رادلي، والذي كان مصدراً للتسلية بالنسبة لهم، وكانوا يحاولون حمله للخروج من منزله ويسخرون منه، وهذا ما جعل أباهم أتيكوس ينهاهم عن ذلك ويمنعهم من الاقتراب منه وأن يأمرهم بتركه وشأنه. كان أتيكوس يحاول دائماً تنشئة أبنائه بشكل سليم، لذلك قام بنصحهم بأن يضعوا أنفسهم مكان جارهم المصاب بالتوحد وأن يحاولوا أن يروا الحياة من منظور الشخص الآخر قبل أن يصدروا أحكاماً عليه. أتيكوس الذي يعمل محامياً كان قد تأثر بقضية حين دافع عن رجل أسود البشرة يدعى توم، وكان قد اتهم باغتصاب وضرب امرأة بيضاء، وكان معظم سكان البلدة مقتنعين بأنه مذنب، وهذا ما دفعهم إلى ازدراء ونبذ أتيكوس بسبب مدافعته عن توم. ووصل هذا النبذ إلى سكاوت وجيم في المدرسة، إلا أن أباهم كان ينصحهم بأن لا يتأثر بسبب هذا التحامل. وأثناء المحاكمة تبين لسكاوت وجيم أنه من المحال أن يكون توم مذنباً، والسبب الواضح أن يده اليسرى مشلولة، وقام أتيكوس بإثبات ذلك لهيئة المحلفين، إلا أنهم أصدروا عليه حكماً ما أذهل سكاوت وجيم، وبدأ يدركان أن معظم الناس متحاملون على أصحاب البشرة السوداء، ولم يستطع الأخوان سكاوت وجيم أن يتقبلا فكرة تعامل الناس بخباثة مع بعضهم، وكيف أصبحت قلوبهم مثقلة بالكره، وكيف خيبت المحكمة ظنهم وهي التي يجب أن تكون محايدة. لم تمضي فترة طويلة حتى جرى إطلاق النار على توم وقتله لمحاولة الهروب من السجن، وهذا ما سبب صدمة لجيم، وأخذ يفكر بالطريقة التي قتل بها توم، وربط بينها وبين حكم هيئة المحلفين. وبعد انقضاء المحاكمة بدأ والد الفتاة التي ادعت أن توم اغتصبها بتهديد أتيكوس لأنه أحرجه في المحكمة، وعزم على الانتقام منه، إلا أن أتيكوس لم يعطي أي أهمية لتهديداته. تمر الأيام وينفذ والد الفتاة تهديده بالفعل، فقام بمهاجمة الطفلين بسكين في ليلة الهالوين، فكسر ذراع جيم وكاد أن يقتل سكاوت، لكن وخلافاً لردة فعل الجميع خرج رادلي جارهم المصاب بالتوحد وأنقذهم. بعد هذه الحادثة أحست سكاوت بالسعادة، وبينما كانت تصحبه إلى منزله أدركت أن رادلي كان يراقبهم طوال الوقت من نافذة شرفته، وشعرت أنه يمكنها أخيراً تصور الحياة من منظور الشخص الآخر، واقتنعت بنصيحة والدها بأن تتفهم الآخر، وقالت إن إيمانها بالإنسانية لن يلوثه أي نوع من الكراهية. إذا مشاهدي الكرام، زي ما قلنا ليس من الضروري أن تحب الكتاب الذي تريد قراءته، من الجميل الاطلاع والتثقف والإلمام بأكبر قدر من المعرفة لنفسك لا لأكثر لتنير فكرك، ودائما ننصح أن يكون عندك وقت للقراءة مهما كنت مشغول. شو رأيكم مشاهدينا الكرام من الكتب والثقافة والأرفف نمشوا إلى صفحة مهمة، صفحتنا صفحة دكتورز اللي حتكون اليوم معنا فيها فقرتين، بس اليوم حتكون معنا فقرة واحدة هي فقرة التغذية. نشوفوا مع بعض صفحتنا الجاية، صفحة دكتورز. زي ما قلنا مشاهدينا الكرام، اليوم حنتكلموا عن الأغذية الصحية والأطعمة اللي ممكن تساعدنا
في المحافظة ومن مشاكل الكبد وجنبه أيضا مشاكل الصفراء أو ما يسمى احنا يسموها بالليبي اللي هي المرارة اللي هي القنوات الصفراوية. طبعا معنا البشمهندس أو اختصاصي التغذية الأستاذ محمد عطية. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. شرفتنا. الله يسعدك يا رب. اليوم حنبلش بالتغذية وحنبدأ بفقرة التغذية بالأكل والأشياء المهمة. في البداية شن هي الأشياء اللي ممكن كفيتامين، مش حنتكلم عن أكل أكل يعني، أو شن هي العناصر اللي يحتاجها الكبد والقنوات الصفراء عشان نحافظوا على صحتها ونتجنبوا إصابتها بالحصوة وبالمشاكل أحيانا حتى بالأمراض السرطانية. صحيح، سؤالك لطيف. وبالنسبة للموضوع إيش الفيتامينات الأساسية المهمة لصحة الكبد، يعني صحة الكبد بتتعلق بكثير أمور وبلزمك كثير أنواع من الأطعمة. هسا إذا بدنا نركز على الفيتامينات، على رأس القائمة الفيتامين سي والمصادر تبعت الفيتامين سي تعتبر من الفيتامينات الأساسية والمهمة اللي ممكن إحنا إذا أخذناها بيومنا تساعدنا إنه الكبد عندنا يضل شغال ويضل في عملية ديتوكسيفيكيشن أو طرد السموم والفضلات، عملية التنظيف يعني. عملية التنظيف أحسن. نعم. بالإضافة للفيتامين سي عندك اللي هو معدن بنسميه الزنك. هذا معدن خرافي جدا في موضوع إنه كيف الكبد تحافظ عليه وعلى صحته. وفي عندنا الكبريت اللي هو بالإنجليزي السلفر. فهدول الأشياء الثلاث الأساسية من الفيتامينات والمعادن اللي بتساهم في موضوع إنه الكبد يضل في صحته ويضل شغال على مدار اليوم بطريقة صحية وسليمة. نعم، بما أنه هو الكبد هو العنصر الأساسي اللي يعتبر من يعني مع الكلى يعتبر فلتر، يعني يعتبره فلتر الأول يعني. طيب لاحظوا ان حتى الان مع فيروس كورونا ان الزنك والفيتامين سي مرتبط بالموضوع يعني. فهذا قادني للسؤال، يعني اهم ثلاث عناصر تكون مهمه الكبريت والفيتامين سي والزنك نحرصوا ان يكون موجود في اكلنا دائما موجودين. نعم. طبعا والافضل ناكلوه من المصادر الطبيعيه. طبعا انا شايف على الطاوله عندنا مجموعه اشياء، اكيد هذه مش الكل الاشياء اللي مفروض احنا نعتمد عليها، ممكن تكون متنوعة. تحب نبدأ من أي شيء يكون هو لي أولوية أو يحتوي على هذه العناصر ويكون مهم للكبد يعني والقناة الصفراوية؟ الأغذية هذول اللي احنا نجيناهم اليوم تعتبر من أفضل 9 أطعمة بتساهم في موضوع صحة الكبد وعمله. ممكن إذا بدنا نبلش في المقام الأول، دائما احنا بنختار مجموعة الفيجيتابلز أو الخضروات. الخضروات اللي مهمة لصحة الكبد بتكون اللي هي الكروسي فلاور، اللي هي بتيجي زي الزهرة والبروكلي. البروكلي نعم. هسا إذا بتسألني إيش هي الفائدة اللي بحصل عليها من تناولي لهاي الأمور، بطبيعة الحال في إشي اسمه مضاد تأكسد. مضاد التأكسد موجود بشكل كثير كبير في هاي الأنواع من الخضروات. مضاد التأكسد وظيفته أنه يخرج السموم والفضلات الزائدة من الجسم عن طريق اللي هي الكبد. فبالأساس البروكلي والزهرة هم أكثر أصدقاء لصحة الكبد. هم على فكرة أبطال القصة معنا في كل الحلقات. كانوا يعني عنصر مشارك يعني الزهرة والكبد. يس يعني وإنت إذا بدك تيجي تحكي عن هدول النوعين من الخضروات يعني ممكن ندرجهم تحت السوبر فودز، الأطعمة الخارقة، لأنه كل الأشياء المفيدة بتلاقيها موجودة، لدرجة أنه البروكلي بيحتوي على بروتين. ممكن هاي معلومة يعني غريبة نوعا ما. والله ولكن البروكلي نعم من الخضروات اللي بتحتوي على البروتين النباتي الصحي. يعني هذا ممكن حتى للناس اللي تتمرن وبادي بيلدينج والأشياء اللي ياخذوا سبليمنت ممكن هذا يساعدهم يعني ممكن يستفيد. نعم. مع نظامه الغذائي طبعا. طيب انا قبل ما اخش في تفاصيل ثانيه، شو الفرق بين البروكلي هذا الاخضر والزهر، هم نفس الشيء ولا نفس هم نفس من نفس المجموعه وبيطلعوا بنفس النبته ولكن اللون بيختلف. اللون بس يعني ما فيش واحد مثلا فيه كميه اكثر مثلا من فيتامين سي او من هم متشابهين في القيمه الغذائيه. زي كيف فكره البرتقال الاخضر والبرتقالي بيختلفوا فقط في اللون. نعم في اللون. اللي هي الصبغه. طيب. اللي بتلون. نعم. الفاكهه. طيب الى جانب مضادات الاكسده الموجوده فيهم، وهذه الشيء مهم جدا طبعا لكل الامراض، ولكن يعني اكثر العناصر الموجوده فيهم زنك او سي او ايش؟ لا فيتامين سي. فيتامين سي نعم موجود فيه داخلهم فيتامين سي بنفس الكميه. الخضروات نعم البروكلي والزهره موجودين بنفس الكميه. تمام. هلا ممكن في شيء ثالث يحتوي على كميه فيتامين سي عاليه ومن جدير بالذكر انه نحكي، اللي هو الفراوله.
يعني سبق انا شفت حلقات في البرنامج دائما الفراولة موجودة صراحة اليوم في الحلقة بس عوضنا بالعنب انت بالضبط الفراولة والتوت البري اللي هو يس هي من الاشياء الفخمة جدا والعالية جدا في فيتامين سي اي حاجة بيري يعني بالضبط اي حاجة بيري هي مرتبطة بفيتامين سي على طول نعم هذه يعني هم يكون المفروض متواجدات يس يعني في اشي كمان اساسي في الزهرة والبروكلي اللي هو الالياف الالياف الفايبر الفايبر مهم جدا 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 في عملية الديتوكسيفيكيشن وفي عملية تخليق البروتينات داخل الكبد نعم. يعني الناس تسألني إيش ممكن أنا أستعمل عشان أحصل على البروتينات بشكل كويس مع البروتينات بدك تتناول ألياف هذول من أحسن المصادر كويس إحنا دائما دكتور وباشمهندس يعني ودائما كل حتى الدكاترة معنا ينصحوا إن إحنا نأخذوا الفيتامين نأخذوه من مصدر الأساسي وما نلجوش للسبليمنت إلا في الضرورات القصوى يعني لكن تبقى دائما السؤال يطرح نفسه في كل حلقة طريقة الأكل يعني هل ناكل هاي الخضروات بالطريقة إن هي على طبيعتها نية أو تطبخ مثلا على بخار أو في طريقة معينة مقصود إنه هدول الأنواع ولا بالخضار لا 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 أنا بما إن هذا مع الطاولة الآن عندنا إحنا يعني بدأت البروكلي يعني هل يفضل إنه هو يستخدم يعني ني في السلطة أو كذا كلام سؤالك جميل بالنسبة لهذول الأنواع من الخضروات منطلعهم من الأرض تمام اوكي فجوا الارض ممكن تلاقي حشرات فضلات الى اخره طبعا بنفضل بالمقام الاول انه ينغسل قبل ما يستخدم اوكي بننصح كمان انه ينسلق قبل ما يتاكل يعني مش على البخار على البخار على البخار ممكن ستيم وممكن سلق اوكي هذا طريقه جائزه يس. طيب في ناس بدخلوا طريقه الزهره عن طريق الطبخ ما بتعرف المقلوبه ما انا لسه هذا السؤال صراحه انا بحبش نحكيها على الشاشه لا حتى احنا عندنا في انتوا عندكم مقلوبه عندنا بعض الاكلات نعمله في يعني احنا يعني اللي هو مش عارف يسموه في يعني نقول نشاط زهره ممكن يعني طبيخ يعني صوص يكون بالزهره فنسال افضل طريقه الواحد يسلقه او انه بالبخار او بالبخار او بالطبخ اهم شيء انه ما يكون مقلي بزيت عميق بالضبط لا والله نقلوا فيه صراحه لكن هذه معلومه مهمه انكم ابتعدوا عن اي المقليات عشان طيب. صحه الكبد يعني بالضبط احنا اصلا اساسا بناكلوه عشان الكبد يعني أحسن. طيب ننتقل لشيء ثاني قدامنا اللي هو هذا الجريب فروت بالضبط هون كمان برضو احنا بنحكي عن مصدر فيتامين سي آخر وممتاز ممتاز فالجريب فروت والمجموعات الحمضية بشكل عام تحتوي على وقتها هي حاليا فيتامين سي طبعا لأنها شتوية يعني. نعم موسمها صراحة زائد اللي هي المضادات الأكسدة نارنجينين والنارجين هذول مضادات أكسدة جدا قوية تشتغل في موضوع الديتوكسيفيكيشن اللي داخل الكبد نعم. فالناس اللي بده يهتم بصحة الكبد عنده نعم الجريب فروت في المقام الثاني لازم يدخل بشكل يومي في النظام الغذائي نعم طيب يومي ناكلها كفاكهة لحالها يعني نقشرها ونأكلها ماكلها هنتكلم اللي بناكلها ناكلها بطريقة هادي ولا نعصرها عصر أو تكون عصير يعني شوف أنا بشوف هالبناس بيعملوا عجبتني هلا إنه بيعملوا الفواكه عصير ايه؟ إحنا في عنا قاعدة ضروري جدا إنه الجميع يتذكرها أعصر الخضار وكلها مطبوخ بس الفواكه بتكلها مثل ما هي عشان الألياف اللي فيها أحسنت الفيتامينات والألياف اللي فيها إذا صارت عصير بتكتر زائد نقطة تانية إحنا كمدربين صحة وأخصائيين تغذية بننصح على تناول السعرات مش على شرب السعرات أنت لما تكون بتعصر العصير أنت قاعد تشرب سعرات وهذا ضد الصحة صح عرفت عليك فهذا من الأشياء الممتازة اللي ممكن نأخذها بشكل يومي من اللي هي فاكهة الجريب فروت غير أنه بتضبط المناعة كويسة لصحة الكبد طيب في سؤال فضل. مهم يعني شو رأيك يعني يكون فترة الواحد مثلا يأخذ أي وقت يعني ولا في وقت محدد يكون أفضل تناول فيه الجريب فروت سؤالك حلو هلأ سواء الجريب فروت أو أي طعام على وجه الكرة الأرضية لا يوجد له توقيت محدد عشان يأخذ الفايدة الجسم ممكن تأكلها الصبح الفترة الظهر العصر ما دونتوا أنتم كأخصائي تغذية أحيانا تقول مثلا عندك حبة فاكهة سناك ما هذا يعني سناك تكون بين وجبتين هلا ممكن تكون السناك في بداية يومك ممكن تكون بين الوجبتين ممكن تكون بالليل أوكي. هذا ما بيفرق المهم انك تاخذ كل سعراتك في يومك تمام هاي الفكرة جميل جدا ننتقل للشيء هذا الاحمر اللي هذا هو... بنسميه بالانجليزي البيت روت عندنا في الاردن اللي هو الشمندر الشمندر نفس الشيء البنجر اي بالضبط صحيح بنجر هذا بشكل اساسا لازم ينطهي ما بتقدر تاكله زي ما هو هيك حلو الكلام حتى لو بنعمل بالسلطه صح
ممكن اه بس بدك لازم تسلق وسلق سلق لازم اه لازم آه. ضروري طيب. جدا ما تسمعش كلامي لسه اسلقوا الموضوع هلا ممكن تسلقه وفي كمان ممكن ينعمل كعصير آه. احنا حكينا الخضار بنقدر ناكلها نعملها عصير وطبيخ فالبنجر او الشمندر من الاشياء ممكن تعملها عصير في لها كثير فوائد بسبب النيترات الموجوده جواها النيترات بتدخل على الجسم بتوسع الاوعيه الدمويه بيعطيك شيء اسمه فازودايليشن حلو فهذا مفيد لصحه الكبد طبعا ومفيد للرياضيين هلا احنا الرياضيين دائما عندنا ريكومنديشن ما قبل التمرين ممكن تشرب كافيين او تاخذ عصير البنجر لا والله الشمندر افضل صراحه ففي نيترات وبتعمل فازو دايليشن بتعطيك قوه بتعطيك باور فهذا بيساهم في زياده العضلات لان ضخ الدم حي الطاقه اذا بدك تيجي تسالني عن فائدته لصحه الكبد نعم مضاد اكسده اسمه البيتالين برضه بيشتغل في انه يقلل الانفلاميشن اللي هو الالتهاب اللي بيكون موجود طيب. داخل الكبد طيب الطعم هلا انا راح اروحها معي هاي اخوها صح صح سين ولامك كل احنا حنحط لك باشمهندس بس الطعم الان طعم البنجر يعني هل يضاف له سكر ولا غلط يعني مفروض هيك يعني بالطريقه دي تاكل مثل ما هو يعني احنا ما بنفضل اضافه السكر على الخضروات بشكل عام ولكن البنجر او الشمندر بينشرب مثل ما هو طعمه فيه حلاوه ترى يعتبر من الخضروات شبه نشويه بالضبط بس زي في تست غريب شويه هو نعم بيرجع لسبب اللي هو النيترات الموجود اللي جوا تمام خلينا ننتقل للسردينه السردينه او السمك بشكل عام هلا ممكن يعني احنا بشكل عام نحكي عن موضوع السمك انه هو مصدر للدهون الغير مشبع احنا بشكل عام عندنا دهون لما نحكي دهون العالم بتحس انه في شيء غلط او بيمشي لسايد معين سايد معين صحيح. احنا الغير مشبع من الدهون يعتبر هو الشيء الصحيح الاسماك على راس القائمه اللي بتساهم في موضوع تقليل الالتهابات معالجه المشاكل الموجوده في الكبد تطهيرها للكبد والخلايا الموجوده داخلها بالاضافه لانه لما تحكي انت عن الدهون الصحيه يعني انت بتسرع من موضوع الاكسده تبع الدهون داخل الكبد فانت بتحارب الدهون بالدهون عرفت علي كيف طيب وكم ممكن نتناوله مره في الاسبوع احسنت سؤالك لطيف مهم جدا الاسماك الريكومنديشن حسب الامريكان هارت اسوسيشن منظمه الصحه على القلب الامريكيه توايس اويك مرتين في الاسبوع مرتين في الاسبوع وننوع بين اي انواع سمك سلمون الاحمر البنجر الكنعد التونة نفس الشيء الجمبري. التونة اصلا هي سمكة وتقطع يعني قصدي يعني نفس تعطي نفس الناس انه ممكن الناس تركز انه على السردين بس اهم شيء انه ننتبه لانواع السمك في سمك بيكون نهري ما بيكون تغذيته سليم احنا ما عندناش كله احنا صراحة في البحر احنا ما عندنا 2000 كيلو متر ما عندناش نهر سمك نهري فمبدئيا يس الاسماك من المجموعه والسردين تعتبر من الاسماك الشعبيه او تسمى من الاسماك الشعبيه هي والكوالي نوع من السمك فبالتالي حتى اسعارها ما تكونش عاليه يعني نعم فمتوفره مفيده لصحه الكبد بامانه صار فعلا يعني رغم انها هي فيها حسكه كثير لكن وضعها يعني ممتاز. ممكن حسكتها تكون طريه اطرى من الحسكات الثانيه هي احيانا بتفوت بكم حسكه وانت مش حاسس من تحت طيب ننتقل لشيء ثاني عندنا العنب الاحمر والاخضر وفي انواع من العنب طبعاً. نعم صحيح احنا افضل بنفضل الاخضر والاحمر دائما بطبيعه الحال ليش بنحكي العنب انه هو من الخيارات الصحيه اول شيء لو تاكل العنب بتحس انه كله مي صحيح كمية الووتر كونتنت تبعت العنب تقارب 90% من محتواه صحيح فهذا من الأشياء المهمة اللي بتساعد نظام أكلنا الصحي إنه يكون فيه عنب العنب الأحمر والعنب الأصفر نعم نفس الفكرة إحنا بنحكي عن مضادات التأكسد اللي بتعالج الالتهابات في كمية كثير كبيرة من مضادات الالتهابات الموجودة داخل العنب ويفضل تناوله بشكل يومي وأنا بستناوله تناول يعني حب يعني مش عصير برضك نعم صحيح نعم صحيح وأنا برضو من الناس اللي بينصح الأشخاص أنه إذا بنمط حياة صحي تأكل من كل المجموعات في ناس بتحكي لك العنب ما تأكله لأنه سكرياته عالية أو إلى آخره هو والله سكر الفاكهة دكتور باشمهندس هو حديث عليه شوية طول لأنه فعلا في ناس تقول باين نحرم نفسي من السكر الأبيض ولكن برضك أنا بناكل الفواكه وبناخذ منها سكر يعني خاصة عند مرضى السكري يعني هذا الموضوع شوية في 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 تشويش أو عدم إيضاح للناس يعني هلا إحنا بشكل عام الفواكه مجموعة غذائية
مهمة جدا، فيها فوائد كثيرة، من ضمنها انه بتاخذ اليافك، بتاخذ فيتاميناتك، بتاخذ معادنك منها. عرفت علي؟ في حصص، يعني مثلا اذا بدنا نيجي نحكي عن العنب، هذا القطف بيعادل سعرات هاي الحبة من الجريب فروت. عرفت علي؟ فعادي اذا انت عندك حبة فواكه بتقدر تاخذ هاي الكمية، وهذا حيشبع. انت بجوز يطلع لك اربع حبات بظبطك. خليك كريم شوي. فمبدئيا يعني احنا بنحكي على اساس كل شيء فيه حصص معينه صحيح. يس، يعني مثلا التمر نفس القضيه، بحكي لك سكرياته عاليه وما تاخده، لا ممكن تاخذ ثلاث حبات وتضلك في السيف سايد. بالضبط. طيب، فمهم انه اذا احنا بنهتم بصحه الكبد يكون العنب من ضمن نظام اكلنا اليومي. طيب، عندنا زيت الزيتون. طبعا هذا زيت الزيتون معنا ابو الكاميرا، ايش معك اسعد؟ زيت زيتون. تمام، هذا زيت الزيتون. نعم، نفس هو بردك، نفس هو موسم الان يعني. طبعا احنا زيت الزيتون يعني شيء مذكور في القران يعني. بالضبط. عرفت علي كيف؟ والتين والزيتون ذكر، وله فوائد جدا عظيمه. من اهم الفوائد انه يعتبر مصدر للدهون الصحيه غير متعدد، يعني غير مشبع، غير مشبع. جميل جدا. تمام، فلما انت تحكي عن شيء دهون غير مشبع، معناته هذا صديق للكبد بشكل اصيل واساسي. زي ما حكينا، الدهون الغير مشبعه بتحارب الدهون الموجوده في الكبد السيئه اللي هي وترفع نسبه الكوليسترول. بالنسبه لزيت الزيتون، يعني اذا بدنا نحكي عن فوائده بدنا حلقات طويله. بس في سؤال مهم جدا، يعني تناول زيت الزيتون يعني لا ينصح استخدامها في القلي ولا يعني؟ صح، سؤالك حلو. هلا بالنسبه للقلي في عندك انت نوعين اساسيين، يعني العميق والسطحي. يعني احنا القلي السطحي، يعني اذا بدك الكلتشر تبعنا كلها عميق معناته ممنوع زيت الزيتون. بالضبط، لان فعلا الكلتشر زيت زيتون. نعم، الكلتشر تبعنا اكلنا لازم الحاجه تكون يس. بس يعني استاذ محمد، اذا بدك تقلي مثلا بيضه الصبح حابب تقليها بزيت زيتون، فاين. ما بصير، ما في اي مشاكل. بس زيت الزيتون ما بينقلي فيه عميق. بالضبط. اول شيء يعني كميه كبيره بدك تستخدمه، وهو اكسبنسيف انك تستخدمه. ثاني شيء بتستخدم مره واحده فقط. بالضبط. اما تيجي على انواع الزيت الثانيه، مثلا الذره، عباد الشمس، زيت بذره النخيل، الكانولا، تقدر تقلي فيه مرات متعدده بسبب انه درجه التبخر تبعتهم اعلى من اقل من درجه التبخر، كمان درجه الحراره اللي هو يتحول فيها زيت الزيتون عاليه جدا. نعم. فهو ينصح ان نستخدمهم على السلطه او حتى في الاكل، بس يكون على البارد. على يعني البارد. بالضبط. احسنت. ما يعني ما نفرط في استخدامه. طيب، بالاخر هو زيت. زيت اي شيء يزيد عن حد ينقلب ضده. طيب، شو رايك قبل ما نختمها بمكسرات ومعهم فنجان قهوه؟ فنجان قهوه. جاني اللي حامل من الصوره اللي قدامي اللي اشوف فيها. نعم. عندنا المكسرات ايضا يعني كانت حاضره معنا وبقوه بصراحه. نعم. خلال يعني اكثر من حلقه، بس القهوه ضيفتنا جديده اليوم. خلينا احنا نحكي باختصار عن موضوع المكسرات. كيف انا اعطيتك الجمله للخضار هاي انها هي سوبر فودز؟ المكسرات نفس الفكره، تعتبر من السوبر فودز. اول شيء بدنا نفهم انه المكسرات دهون، كيف السمك وزيت الزيتون والمكسرات نقدر نعتبرهم من مجموعه واحده اللي هي الدهون الغير مشبعه. غير مشبعه. وحكينا على الفيتامينات اللي بتساهم في صحه الكبد اللي هي الزنك. بتلاقي الزنك في المكسرات. في المكسرات. نعم، هم جميله. بس تعرف شو مشكلتي يا باشمهندس انا معاهم؟ اني ما اعرفش ناخذ على حبتين ثلاثه او على حتتين. لو ما يكونش الموضوع الصحن مليان وانت على التلفزيون، يعني بصراحه يعني هي قصه هي صراحه صعبه. هذه مش لا لا مش شورنا صراحه يعني. بس انت يعني كويس اللي بتعمل بتاخذ شيء صحي حتى. اذا مكسرات زي هيك ما بتكون مدخنه، ما بتكون مملحه، بتكون نيه يعني كويسه يعني. فبتطلع يعني، بس هي صعب ان الواحد يقاومها صراحه. يمسك نفسه. المفروض تغيرون الرول في الموضوع هذا صراحه. حاولوا انكم موضوعك عندك. شكرا. القهوه توا يا دكتور يا باشمهندس. نعم. القهوه عندنا، القهوه احنا نسموها في ليبيا القهوه التركيه، اللي هي او اللي انتم تسموها التركيه احنا نسموها العربيه. احنا ما عندنا القهوه اللي انتم تستخدموها. غالي. وعندنا هي الاكسبريسو او المكياتا او الانواع الامريكان، يعني باش تكون الصورة واضحة يعني. فهذه احنا نسموها، هذه اللي عندنا هذه قهوة اكسبريسو يعني زي نسكافيه. وعندنا القهوة العربية اللي هي التركيش كافي، اللي هي الفرق بيناتهم، وهل الاثنين نفس الفائدة بالنسبة للكبد؟ هلا الفرق بيناتهم، القهوة العربية بتحتوي على كمية كافيين أكثر من أكثر يس من الأمريكان كوفي أو الإكسبريسو. بطبيعة الحال، لأنها بتيجي حبة كاملة ومطحونة مثل ما هي. الإسبريسو بتيجي
يعني كمية الكافيين فيها أقل لأنها تتعصر تتعرض للعصر. فالعربية كمية الكافيين فيها أعلى. الفائدة تبعت مضادات الأكسدة في العربية أكثر. أكثر. نعم. هلأ إحنا في عنا مصطلحات علمية ممكن يعني إذا طرحناها بالنسبة للكافيين أو المواد الموجودة في القهوة تكون صعبة للمشاهد أن يستوعبها. بس إحنا في عنا إشي لازم نذكره اللي هو البرازانثان. برازانثان يعتبر من أقوى مضادات التأكسد من بين كل المجموعات الغذائية. وين بلاقيه؟ في القهوة. في القهوة. في النوعين. وفي النوعين. نعم. برجع وبأكد القهوة العربية فيها كمية برازانثان أكثر من القهوة. الإسبريسو. طيب. أو هل ينطبق هذا الكلام على القهوة اللي أنتوا تستخدموا فيها أو يستخدموا فيها الخليج اللي هي اللي تكون لونها يعني بيضة أبيض؟ أبيض هذه. نفس الكلام بس هداك بنضاف عليه. الهيل وزنجبيل. بس هي تعطي نفس الفكرة. نفس الفكرة هو. يعني فيش فرق يعني. نعم. أنت عشان ما نزعلش أخونا الأردني بحد يشوفنا من الأردن نقول نحكي على القهوة. بالعكس يعني إحنا تقريبا ثقافات متشابهة. بس إحنا في كمطبخ الشمال أفريقيا ما نستخدم نستخدم القهوة اللي موجودة في لا نستخدم في تركيا والقهوة هذه بس القهوة العربية. العربية اللي بتنضاف معها هيل كذا لا مش موجودة عندنا. فهي تعتبر برضو من نفس المجموعة. أنت لما تحكي عن قهوة يعني كافيين. كافيين يعني. عرفت كيف؟ وهو طبعا محفز للأعصاب يعني أنت تكون الصبح صاحي عين مغمضة عين مفتحة تشرب أول شربة قهوة. خلص الدنيا بتصير ألوان. فهو يعتبر الحياة. يس. أكيد. يعني أنا بحب أحكي عن موضوع القهوة بما إنه مرتبط بصحة الكبد. الناس اللي بتهتم بصحة الكبد تبعتها نعم لازم يكون هذا إشي أساسي في البرنامج الغذائي تبعك. ويكون باعتدال. لا يعني تفريط ولا أفراط. هذا الكوب مسموح لك 4 كاسات 4 منه في اليوم. في اليوم ماكسيمة. على مدار اليوم. Yes. انت شرفتنا وزي ما القهوة تصحصح انت نورتنا بهالمعلومات القيمة والحديث معك لا يمل وان شاء الله نشوفكم معنا مرة تانية. مشكور جدا باشمهندس محمد عطية شرفتنا اليوم في برنامج المجلة. اذا مشاهدينا الكرام احنا لسنا متواصلين معاكم صفحاتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. استطاعت كورونا أن تعزل العالم عن بعضه بعد سلسلة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء هذا الفيروس سريع الانتشار لتصبح الأولويات الأساسية هي الحفاظ على البشرية والنجاة من هذه الجائحة الفتاكة. نسأل الله العلي العظيم أن يفرج على البلاد والناس اللي تلتزموا بالحظر المفروض عليهم هو مش مفروض عليهم مكر فيهم مثلا لكن مفروض عليهم على صحتهم. والحقيقة الحملة هذه تهدف إلى المكافحة الأولية لانتشار فيروس كورونا. ولأن ليبيا جزء لا يتجزأ من العالم استطاع الفيروس النفوذ إليها وأصبح الكابوس واقعا نتعايش معه ووجب الاستعداد لهذه الحرب القادمة وبقوة. ولأجل السلامة العامة يجب علينا اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة. اسمي أمل صلاح الدلاوي من مدينة طرابلس صاحبة مشروع تمارا ومشروع بيت الشاي. عندي زوز مشاريع ناشئة
مشروع تمارا تأسس في 2015، ومشروع بيت الشاي حاليا طور التأسيس وبادين فيه يعني في مراحل لا بأس بها في التسجيل التجاري. أنا من خريجين مدينة أوكسفورد من الجامعة الملكية للفنون التشكيلية، بعدين تحصلت على دبلوم عالي إدارة أعمال من طرابلس، اشتغلت لفترة لا بأس بها في مجال النفط في إدارة في الشؤون الإدارية في مجال الشركات النفطية لأكثر من 18 سنة. بداية من فكرة المشروع جت فور عودتي من علاجي من مصر سنة 2014، فقررت أني أسس مشروع الخاص بي. ففكرت في أكثر من 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 مشروع، خصوصا من ناحية الفن التشكيلي، يعني كوني الخلفية متاعي فنانة تشكيلية، أكثر حاجة حسيتها أن هي تمثلني أو أني نقدر نشتغل في المجال هذا اللي هي تصنيع الشوكولاتة وتلبيس التمور. فتأسس المشروع في 2015، رأس المال للمشروع كان 85 دينار، طبعا هو كان مبلغ بسيط جدا مقارنة بضخامة المشروع حاليا، بس كانت بدايات بسيطة وصغيرة. البدايات البسيطة هذه ساعدت أني أنا ننمي قدراتي، ننمي مهاراتي، نتعلم من الأخطاء متاعي. النصيحة رقم واحد اللي نقدمها لأي صاحب مشروع أو يفكر يأسس، أبدأ توا انت تتفرج عليا قاعد ابدا في تاسيس المشروع نتاعك. لازم يكون عندك شغف وحب بالشيء اللي انت تديره، لو ما عندكش اهتمام وميول وشغف بالشيء اللي انت تديره مش حتقدر تنجح فيه. ثالث حاجه تبدا ترسم استراتيجيات، اوكي اسست المشروع نتاعك، خلينا نشوف السوق نتاعي، مين بنخاطب بالضبط، مين هم الزبائن المستهدفين، ونبدا نرسم خطه عمل لستة شهور قدام، سنه قدام، وين تبي تكون او وين تبي تكوني في المشروع نتاعك. يلا نبدا اول خطوه. دعونا نزرع الأمل، نروي الحياة، دعونا نرسم مستقبلا أفضل لبلادنا، دعونا نعطي الفرصة للأجيال المقبلة حتى تترعرع في بيئة نظيفة، تترعرع بعيدا عن الفتن، عن الحروب، بعيدا عن الدمار، بعيدا عن الانقسام والتشظي. لذلك دعونا نوحد صفوفنا، نستثمر خيراتنا بسواعد أبنائنا، دعونا نبني ليبيا بعيدا عن المكاسب والمغانم والمآثر الشخصية، فمكسبنا الوطن وليبيا روحها الوطن. يجوز يكون كل جديد له نوعات في كل شيء إلا في الفن. الفن بس كل ما كان قديم كل ما قدر إنه يعبر عنا ويطربنا
أكثر. عزيز علي قلبي هواك. لكل زمان خصوصيته في كل شيء، خاصة الفن والموسيقى، ولكن زمان واحد نال لقب الزمن الجميل. استنوني أنا حنان المجبري كل جمعة مع نجوم الزمن الجميل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معاكم وتوصلنا الى صفحه جديده من صفحات عدد اليوم، صفحه توصلنا كل جديد وكل احداث من كل مكان في ليبيا، صفحه كاميرا ليبيا. الأستاذة حميدة صقر فنانة ليبية تشكيلية قدرت بفضل جهدها ومثابرتها وحبها لهذا الفن إنها تحفر لاسمها مكان بين كبار الفنانين في العالم لتحصد الجوائز والتكريمات في أهم المحافل الدولية، اللي منها على سبيل المثال للحصر كان في إيطاليا وبلجيكا. الأستاذة حميدة كانت ضيفة في برنامج المجلة المدة الماضية اللي هي من خلال البرنامج طبعا، وقام مجمع ليبيا الدراسات المتقدمة بمنح الأستاذة درع التميز والإبداع. خلينا نشوفوا هذا التكريم. طبعا أنا تواصلت مع الزملاء في مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وحكيت لهم على الفنانة حميدة ووريتهم يعني اعمالها، ويعني وصلنا يعني ان احنا يعني ان هذا، على الرغم ان انا سمعت قبل شويه ان الفنانه حميده لا تهتم بالتكريمات، لكن يا ريت تسمح لنا يعني ان احنا نعملوا لها تكريم متواضع من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمه، نتمنى ان تقبله. نحن عندنا درع اسمه درع التميز والابداع، ف بودنا أن نمنح الأستاذة حميدة هذا الدرع تقديرا لها، يعني تقدير متواضع وبسيط منا على مسيرتها وأعمالها، يعني لشرفت كل الليبيين والليبيات يعني. نعم. وتقديرا لكونها امرأة تواجه يعني صعوبات إضافية في شق طريقها في هذا المجال الصعب كما نعم. زي ما شفنا كان هذا التكريم بصراحة من مدة، ولكن كان مفروض نتواصل مع السادة حميدة ونوصلوا لها التكريم متاحة، لكن للأسف الشديد نظرا للظروف الصحية اللي مرت بها واضطريت نوقف البرنامج. وكنت أنا صراحة كنت مصر أن يتم إعطاء السيدة حميدة الدرع والتكريم من خلال برنامج مجلة والمجمع مشكورين يعني نزلوا عند رغبتي، ولهذا تأخرنا صراحة في تسليم الدرع والشهادة للسيدة حميدة. اليوم طبعا قبل ما نختم هذا الموسم، الموسم الخامس من المجلة، حبيت أن نكمله ونوصل الأمانة اللي يعني كانت موجودة عندي اللي هي الدرع والشهادة للسيدة حميدة. سيدة حميدة معنا عبر سكايب من روم. مساء الخير سيدة حميدة، كيف حالك؟
مساء النور. مساء النور عليكم جميعا. الحمد لله طيبه والحمد لله دوم يا رب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. انا نعتذر جدا على التاخير اللي صار معانا. كان المفروض من ثاني حلقه او ثالث حلقه ماكسيموم كان انه المفروض يتم تسليم هذا الدرع وهذا التكريم لحضرتك على الهواء مباشره زي ما حكينا معاك وزي ما تم تكريمك داخل البرنامج. ولكن زي ما اشرت انا قبل ما نحكي معاك توا ان نظرا للظروف اللي مرت بيها ومرضي هي اللي اخرت هذا الموضوع. يعني اعذريني. يعني هي المشكله مشكلتي انا يعني مش مشكله المجمع. لا بالعكس بالعكس نقول احنا كل تاخيره في اخيره. لا بالعكس انا ما يا اخي متوقعتش انها يعني تندر بالسرعه هذه. بالعكس هو قيمه الجائزه اهم عندي من اي حاجه ثانيه. يعني امتى ما توصل امتى ما تجيني. هم حتى تكلمت ويعني قلتوا على الجائزه هذه تكفيني. لا طبعا تكريمكم يكفي حتى بالكلمه. نعم احنا سعيدين جدا والمجمع اكيد وكنا سعيدين بوجودك معنا. انا خليني قبل ما نكمل دردش باقي حوارنا طبعا هذه شهاده التقدير من شهاده شكر وتقدير للسيده حميده المهدي صقر طبعا من مجمع الدراسات من مجمع الدراسات المتقدمه. هذه الشهاده لو الكاميرا تاخذها هذه خلينا نشوفوها. هذه الشهاده طبعا لمجهودك وتميزك استاذه حميده. اوكي تمام. وايضا الى جانب هذه الشهاده فيه درع لحضرتك. هذا الدرع حلو شوف. اوكي هذا ايضا درع مقدم من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمه. درع التميز والابداع لحضرتك موجود وان شاء الله حيوصلك باذن الله خلال الايامات القادمه ان شاء الله عن طريق البريد حيوصلك ان شاء الله في محل اقامتك في روما باذن الله تعالى. انا بصراحه يعني عاجزه على التعبير. يعني شكر هذا المجمع المجمع الدراسات المتقدمه يعني مش قادره حتى كيف نعبر بشكر والتقدير ليهم. يعني نشوف ان الحاجه دي مش بالنسبه لي يعني في نقولوا في الوقت اللي يعني الصعب اللي احنا نعيشه فيه. يعني مجمع زي هدايا يتذكر فنانه او فنان او يتذكر الفنون التشكيليه او الفن بشكل عام تعتبر يعني حاجه كويسه في للثقافه بشكل عام. يعني لما تشوف يعني مجمع او مركز او شيء يعني لو كان مثلا جهه عامه او خاصه تقدم شيء في الوقت الضيق هدايا انا نشوفها مش حتى بالنسبه لي انا يعني نعتبر هذه جائزه مش لي انا بس لكل الفنانين وكل الفنانين الليبيين. طبعا كل واحد مدير مجهوده فنشوف ان الشيء هدايا اللي مديرينه يعني اللي داروه الجائزه هذه اللي اعطوهاني بمثابه يعني تساوي كل الجوائز اللي اخذتها صراحه. وسعيده جدا انا بال يعني كلمتهم ووقفتهم ويعني وتكريمهم في الوقت الضيق هدايا. نعم احنا باسم انا عاجزه على الشكر واكيد احنا باسم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمه كلهم يحيوك وانت تستاهلي والف مبروك هذا التكريم درع التميز والابداع من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمه. وانت تستاهلي فعلا هذا التكريم وهذا شيء يعني اقل ما يمكن لشغلك ويكفي انك انت ترفعي في اسم ليبيا في المحافل الدوليه. واحنا نفخر بوجود فنانه زيك ليبيه ومتميزه وعندها هالقدر هذا من الابداع والتميز. انا قبل ما اختم مع حضرتك نشاطاتك جديده استاذه حميده اخبارك في هل في معرض جديد احكي لنا يعني خاصه انت ما زلت مقيمه في روما حاليا. اكيد طبعا هو اللي موقف الموضوع كله طبعا اكيد الكوفيد هو اللي موقف كل شيء. لكن في ان شاء الله لا برامج ان شاء الله على الكبير وتخدم قضايا انسانيه المستقبل ان شاء الله القادم. الاعمال كلها ان شاء الله حتبدا يعني
على دراسات ضخمة وعلى يعني نقول مش بمعنى لكن بكل تواضع يعني تخدم الإنسانية بشكل عام. جميل. يعني تربط الدول من ناحية الثقافية من ناحية الفنية توأم ما بين ليبيا وإيطاليا. إن شاء الله يعني في برامج في المستقبل إن شاء الله كبيرة حنفيدوا بها ليبيا في إن شاء المستقبل القريب إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله حنكونوا متابعين لحضرتك إن شاء الله ونتابع أخبارك وكل المجهودات اللي تقوموا بها في سبيل الرقي وتطوير والرفع من الفن والفنانين في ليبيا. هذه تحية منا ليك وألف مبروك مرة تانية باسمي برنامج مجلة وباسم أيضا مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة على هذا التكريم. وشكرا لوقتك وشكرا لوجودك معنا. شكرا سادة حميدة. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا الجزء الأول أو هذا أول شيء عندنا في كاميرا ليبيا. أيضا شيء ثاني اللي عندنا مهم جدا لا يقل أهمية عن التكريمات وعلى هذا الإبداع وهو يصب في باب الإبداع. كاميرا ليبيا طبعا المرة هذه حتنقلنا لاختتام ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات بطرابلس واللي انطلق طبعا في يوم 6 من ديسمبر الجاري يعني يوم 6 ويشارك فيه قرابة قرابة 47 شركة. طبعا الحفل الختامي شهد توزيع شهادات وتكريمات للشركات اللي قدمت عروض لابتكاراتها في الاتصالات وتقنية المعلومات وحتى يعني كان الأجواء كان جميل جدا. مش حنتكلم أكثر خلينا نعرفه عن أكثر طبعا عن أجواء حفل الختام وما تم فيه من تفاصيل. وأكيد بعد ما نشوفه هذا الكليب حيكون معانا عضو لجنة تحضيرية والمدير الفني للملتقى الدكتور فؤاد فضل. خلينا نشوف الكليب وبعدين نستضيفه ونستقبله ضيفنا الدكتور فؤاد. إذا تابعنا هذه يعني اللقطات من حفل اختتام هذا الملتقى وزي ما قلت حيشرفنا وحيكون معنا الدكتور فؤاد فضل عبر سكايب. مساء الخير دكتور فؤاد. خير أستاذ محمد حالك. أهلا وسهلا بك وألف ألف مبروك اختتامكم لهذا الملتقى. بصراحة أنا خايف نتكلم والناس تقول لي بلغت يعني. أنا صحيح ما كنتش على أرض الواقع وما كنتش موجود في هذا الملتقى ولكن من خلال الفيديوهات من خلال الصور لأني للأسف مش هنقدر نعرضها كلها يعني شفت تنظيم وشفت يعني شكل. أنا شخصيا يعني أعتقد أن هذا الملتقى حيكون ليه يعني في المستقبل مكانة دولية وليس فقط في ليبيا. يعطيكم الصحة. شكرا بارك الله فيك. أولا نشكركم على هذه الفرصة وإتاحت الفرصة لنا لتعريف الملتقى في البداية ونشكركم على متابعة الأجواء في المؤتمر وفي الملتقى وفي المعرض المصاحب. وأول حاجة نحييكم ونحيي قناتكم الموفرة على هذا التنظيم وفي نفس الوقت نحن جاهزين للتوضيح على فعاليات هذا المؤتمر. نعم. طيب المؤتمر والملتقى اختتم يعني فعالياته نبغى تعطينا conclusion كيف كان الملتقى شنو الأشياء اللي أنجزت شنو الأشياء اللي كانت شنو العراقيل اللي صارت في الملتقى. حطنا في الصورة إحنا نبغى أنت تحكي لنا لأنك أنت من أرض الواقع. إن شاء الله. هو أنا زيك أستاذ محمد متفاجئ جدا إن الفعاليات كانت أكثر من رائعة والحضور كان أكثر من رائع والفعاليات جيدة والصراحة يعني كان تخوفنا الموضوع وخلال جائحة كورونا حيكون فيه تدبس وحيكون فيه مضايقات وحيكون فيه إجراءات زيادة ولكن سلاسة الموضوع وترتيب جيد وإتخاذ الإجراءات اللازمة
وقراءه الاحترازيه بنجاح كورونا الكمامات التعقيم في البدايه والحضور المنظم هو اللي اعطى هذا الشكل الجميل اللي شفته في الصور. واول حاجه طبعا جهود كثير من الناس، كثير من الشركات، كثير من المتعاونين معنا، الهلال الاحمر معنا، الطبيه معنا، شركه مشاركه تقوم بتقييم الدوري خلال اليوم ايام الفعاليات. هؤلاء الناس طبعا ادوا دورهم بجداره. الاخوه الرياضيه اللي هي اصلا احنا استضفنا هذا العدد داخل الصاله المغلقه من أخوة بالأمن، حتى هم ساعدنا في تنظيم الحركة وفي تنظيم الدخول، كل هذا ساعد في نجاح المؤتمر بالشكل اللي أنت شفته. كان طبعاً الدور جيد، وكان الناس اللي الإمام هم موجودين، والكثير من الشركات صراحة أبهرونا بإنتاجاتهم اللي كانت مخفية على الأقل أيام جائحة كورونا. كانت الأخبار متداولة، ولكن كان في إنجازات مشابهة جهة كورونا يعني ملفتة للنظر. يعني هنا السؤال الأستاذ دكتور فؤاد، في سؤال مهم أنا يستحضرني صراحة، يعني من خلال يعني مشاركات الناس أو الجهات اللي شاركت معاكم سواء كانوا أفراد أو شركات، اليوم مستوى تكنولوجيا المعلومات والوعي الثقافي التقني عفوا يعني أو ثقافة التكنولوجيا، هل إن إحنا تحس إن ليبيا عند شبابنا اليوم في بوادر تدل إنه ممكن إحنا في يوم ما تكون من الدول اللي 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 اللي, اللي قادرة على 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 مواكبة عصر التكنولوجيا والمعلومات؟ طبعاً بعد هذا الملتقى أنا متفاجئ جداً. أنا شفت شباب صغار مخترعين، شباب داروا تطبيقات مجابهة كورونا، أجهزة لكشف الكورونا، أجهزة للتوزيع توزيع التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتوصيل. هذه التطبيقات كانت موجودة بالإضافة إلى المخترعات الصناعية زي الروبوتات والأجهزة الصناعية وتطبيقات الكاميرات الذكية. ما شاء الله. والشباب يعني لم أعتقد أنه هو في مشاريع دورية وواعدة إن شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله محتاجين بس وقفه واخذ بيديهم الناس هذا وتشجيعهم على 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 الانتاج والابتكار. طيب استاذ محمد، جزء من هذه الفعاليات كانت ترعى شباب المخترعين. نعم. وكان عندنا حوالي 29 مشروع واعد، اخترنا منهم 12 مشروع بجداره انا ارفع لهم القبعه. بعض منهم حصل على جوائز خلال الجائزه، لان كانت المشاريع فعلا هي مشاريع في مستوى عالمي وليس محلي. طيب لو سمحت طبعاً تعقيب لهذا الكلام، جزء من الشركات اللي هي كانت حاضرة والشركات الكبرى جمعناهم مع هؤلاء المخترعين الشباب. جميل. شطا يندر برنامج لرعاية الدعم. نعم. طيب كان زي ما اشرت انت لما كنت شرفتنا وطلعت معنا في حلقه الماضيه من برنامج مجله، قلت لنا ان في جوائز حتكون موجوده، هل تم توزيع الجوائز واختار الفائزين؟ ومن شنو الاشياء، ابرز الاشياء اللي كانت ملفته في هذا في, في 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 المشاركين، سواء كانت في مشاريع او في ابلكيشن او في يعني في اي دومين او اي مجال كانت بالتحديد؟ يعني بالنسبه للجائزه طبعا عندك من خلال شرحنا المره اللي فاتت قلنا ان هي الفعاليات اللي حتكون السنه هذه اسمها جائزه الابداع والتميز الرقمي. كانت هي من الفئات السنه هذه، اخترنا ثلاث فئات، واحده منهم هي ترتيب اللي هي المخترعين الشباب. اخترنا من خلال المشاريع الشباب احد المشاريع الناجحه حصل على جائزه. طبعا الفئتين الرئيسيتين اللي هم فئة الأجهزة الذكية وفئة التطبيقات الذكية وفئة تطبيقات الأجهزة المحمولة. نعم. بالنسبة لشركة دار حصدت جائزتين، هي جائزة التطبيقات المحمولة زائد عن لخدمات سداد. فعلا هدت دور كبير للجائزة خدمة الدفع الإلكتروني، زائد الجائزة السنوية اللي هي اللي سموا فيها جائزة الإنجاز سنة 2020 عن استحابة هذا إنجاز طبعاً صحيح الشركات العالمية. بالإضافة إلى الشركة الثالثة اللي هي فازت بترتيب دور هي شركة مسارات للتقنية والخدمات المحلية. الناس يعرفوها لأن هي دار تطبيق مصرف الجمهورية، مصرف الموبي كاش، موبي مال، في هدوم تطبيقات الدفع الإلكتروني من تصميم شركة مسارات. نعم. طيب دكتور،
هل 2021 بإذن الله تعالى حنشاهد هذا الملتقى بشكل أكبر وأوسع ويضم يعني رقعة جغرافية أكبر من ليبيا داخل ليبيا؟ طبعا هو هذه طبعا أول خطوة بداية الجزئات إن شاء الله حتكون من هذا الملتقى. هذا طبعا بداية استنتج لازم نحمله عدد من عمل عدد من الدورات تنصف نهاية لنهاية لدورة سنة 2021 تكون هذه الحصيلة سنة إن شاء الله إن شاء الله طيب وأنتم طيبين يا رب إن شاء الله ويكون فيها فعاليات جديدة لم تطرح قبل وفئات جائزة لم تطرح قبل موجودة في المخطط وطبعا برعاية ناس وما تكنولوجيا المعلومات نعم اللي تندار خلال السنة إن شاء الله ان شاء الله رب يعطينا ويعطوكم طولة العمر ان شاء الله ونقدر نواكبوكم رب يعطينا عمر ان شاء الله ونواكبوا كل هذه الاشياء معنا في تغطية حية من داخل المعرض ان شاء الله يشرفني اكيد يشرفني دكتور فؤاد شكرا لك على هذا الايضاح والف الف مبروك نجاح هذا الملتقى ويا رب دائما من تقدم وانا متاكد اي شيء حيكون فيه دكتور فؤاد فضل حيكون شيء مميز تحياتنا لك إذن مشاهدينا الكرام خبرنا الثالث المرة هذه أو جولتنا الثالثة من جالو اللي زارتها المنظمة الليبية للسياحة الداخلية من أجل تنشيط السياحة الداخلية وطبعا قاموا بعدة رحلات إلى بعض الأماكن السياحية الليبية من ضمنها جبال أكاكوس ووادي مغيتت ووادي تنمسو وجبل الأحساونة وتمت الرحلة طبعا بخط سير جديد وفتح مسار سياحي آخر وقيم حفل داخل طبعا المجاهد قتيبة أمكسيري للفروسية ترحيبا بالمنظمة واختتمت الزيارة إلى جمعية اللبة الخيرية. حولك هي رحلة جاية من الغرب الليبي قاصدة منطقة الواحات وجالة وشخرة تحديدا. كنا في استقبالهم يعني تقريبا قريب من منطقة مراري في حقل الساحل استقبلناهم اليوم لأول مرة في التاريخ. عائلات ليبية يدخلوا لمناطق الواحات بإذن الله وحنتجوا بهم لكفرة من مناشط المنظمة الليبية للرحلات السياحية تنشيط السياحة الداخلية وتعريف العائلات الليبية على موروثنا الثقافي والحضاري بجميع أنواعها وتعدد أماكنها بإذن الله. طبعا نحن من العائلات المشاركة دائما مع المنظمة الليبية للرحلات السياحية باش نتعرفوا عليه معالم بلادنا. وأول رحلة توا للمنطقة الجنوبية الشرقية منطقة الواحات كانت الرحلة ممتعة. جمعية اللبة اللي هي مختصة بالصناعات التقليدية والموروث الشعبي تشرح لضيوفها الكرام من مدينة طرابلس عن التقاليد والعادات ونظام الحياة اليومي والمعيشة في جالو. أيضا عندنا مجموعة مقتنيات أثرية تمتد لمئات السنين يعني تعبر عن تاريخ المدينة وتراثها العريق. بارك الله فيهم على حسن استقبالهم وترحيبهم وهذه اصلا هي اخلاق الليبيين انهم هم اهل الكرم واهل الجود ويرحبوا بالضيف وقلوبهم طيبه الليبيين كلهم. خبرنا التالي عن اختتام دوره تدريبيه لعدد 37 متدرب ومتدربه للاستجابه السريعه لاسعاف والطوارئ اللي تعمل فيه الجمعية الليبية للاستجابة السريعة بالمنطقة الجنوبية على صقل قدرات متطوعي الاستجابة بالوعي والثقافة في تنمية الذات وبالمعلومات الشاملة عن الإسعافات الأولية وطرق الإنقاذ وغيرها وذلك طبعا ضمن خطتها الهادفة لتأهيل وتدريب كادر تطوعي ملم بمبادئ الإسعاف والإنقاذ. استمرت الدورة 45 يوم بواقع 60 ساعة تدريبية طبعا
خلينا نتابع أجواء من الدورة في كليب الجاي. طبعا أقيمت دورة في الإسعاف الطبي والاستجابة تحت إشراف الجمعية الليبية للاستجابة الإسعاف الطبي والاستجابة السريعة بالمنطقة الجنوبية. هذه الدورة تم استهداف عدد 37 متدرب ومتدربة. طبعا استمرت الدورة 45 يوما معدل 60 ساعة تدريبية. طبعا قام بإعطاء الدورة العديد من الناس الأخوة والأخوات المتخصصين في هذا المجال. أيضا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي صادف اليوم اللي هو 10 ديسمبر اختتمت منظمة البيان للمرأة والطفل طبعا حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المبني على طبعا على النوع. واحنا تابعنا خلال برنامج المجلة في عددين الماضيات انطلاق هذه الفعاليات اللي هي حملة 16 يوم اللي بدت من يوم 25 لانتهت اليوم، وايضا ما صاحبها من فعاليات كان معنا في الخميس الماضي، وتشرفنا بوجود رئيس مجلس اداره منظمه البيان للمراه والطفل الاستاذ عفاف الولوال. وايضا اليوم في اختتام هذه الحمله حمله 16 يوم تنضم الينا الاستاذ عفاف عبر الهاتف. مساء الخير استاذ عفاف. اهلا وسهلا، مرحبتين استاذ محمد بيك وبكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، واحنا سعيدين جدا بوجودك معنا. هذا طبعا المكان مكانك والبرنامج برنامجك. ايضا احنا باركوا لكم اختتام هذه الحمله حمله 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه اللي زي ما اشرت بدت من يوم 25 وانتهت اليوم. استاذ عفاف، في خضم هالاسبوعين وهالنشاطات وهالمحاضرات والورش اللي قمتوا بها، نبوا حوصله من حضرتك عن هذه الانشطه اللي تمت وشن توصلتوا من قرارات ومن ملاحظات وأشياء حابين تشتغلوا عليها طول السنة الجاية بإذن الله تعالى بعد انتهاء هذه الحملة. في البداية نبارك لك أستاذ محمد على مواكبتكم الفعالة لحملة 16 يوم العالمية اللي فعلا احنا كنا محتاجين جدا للإعلام يعني باش توصل لكل بيت، زي ما قلت لك إنه خاصة فترة كورونا يعني مش كل الناس تفاعل، مش كل الناس تقدر تحضر، ومش كل الناس تقدر تطلع يعني وتشارك. نعم. هذه حاجة. طبعا اليوم كان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وطبعا هو اليوم 16 هذا اللي انطلقت يوم 25 نوفمبر. طبعا اليوم الفاعلية كانت تحكي عليه رحلة 16 يوم، كيف انطلقت الحملة وشن أهداف الحملة والأماكن اللي استهدفناها وايضا الفئات اللي كانت مستهدفه. تكلمنا عن الرحله هديه اللي خلال 16 يوم انطلاقتها كانت من منظمه من فندق السرايا بالشراكه مع مركز الصفاء للصحه النفسيه وصندوق الامم المتحده للسكان والهيئه الطبيه الدوليه. وايضا التغطيه الاعلاميه كانت طبعا من قناه ليبيا روح الوطن. وايضا الشريك الاساسي والفعال اللي كان اللي هو مجمع أحياء ليبيا للدراسات المتقدمة اللي نوجه لهم حقيقة الشكر، وكانوا فعالين جدا في أحداث اليوم يعني خاصة. طبعا الانطلاقة كانت زي ما قلت لك، وبعدين استهدفنا المخيمات خاصة المخيمات النازحين اللي هم احنا اللي استهدفناهم في الفلاح. تكلمنا طالما في نزوح وطالما في مخيمات ما زالت فما زالت في مشاكل قائمه وما زالت في مشاكل ما زالت في ازمات في الموضوع هذا، ما زال في احتياج خاصه ان في المخيمات احنا لما نشوف موضوع المخيمات من 2011 ما زال مستمر الى 2000 الى السنه هذه للسنه هذه.
بالضبط. وهذه تخليك تحط بين قوسين إن في مشاكل قائمة. نعم. في أطفال انزادت في المخيمات. في شباب كانوا يعني في سن الطفولة كانوا في المخيمات وحاليا أصبحوا شباب. نعم. شوف المراحل العمرية اللي مرت بهم والاحتياج شنو هو. يعني هذا يعطيك مؤشر كبير يعني إنه يحتاجوا شغل، يحتاجوا توعية، يحتاجوا وقفة. نعم. جادة يعني من كل الفئات، من مسؤولين، من منظمات المجتمع المدني، من إعلام، من كله يعني. فراه موضوع النزوح هذا مش معناها كانت تمرت لفترة طويلة. نعم. يقولوا خلاص احنا اشتغلنا عليهم السنين الأولى. نعم. وتوى. نعم. خلاص. نعم. راهو الاحتياج شديد بالنسبة للمخيمات. طيب. نعم. هذه حاجة. نعم. حاجة تانية احنا في خلال الحملة هي اللي استعرضناها اليوم ان احنا تكلمنا لأساليب التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي. حاولنا ان نطلع بمجموعة أساليب لان كيف يجي العنف القائم على النوع الاجتماعي او مين أساساً العنف كيف يتكون؟ نعم. يتكون نتيجة سني أو دائرة العنف لما بنتكلم عليها اللي هي الضغوطات النفسية هي اللي تسبب العنف. نعم. تمام. الضغوطات النفسية لما بنعرفها بشكل كي مختصر هي أعباء الحياة اليومية وما يمر به شخص من أزمات خلال يومه العادي. نعم. شو بيصير؟ بيصير في فقدان للسيطرة لما بتكتر الضغوط يفقد السيطرة. بيصير عنف وهكذا وتولي الضغوطات وتقعد. نعم. فاحنا حاولنا ان احنا من خلال حملتنا 16 اليوم ركزوا على اساليب التعامل مع العنف هدايا. نعم. او الضغوط النفسية. طيب. درنا ماراثون نسائي طبعا. الماراثون هدايا هذه الرياضة اسلوب او احد الاساليب اللي ممكن تخفف من الضغوط. من الضغوط. كويس. النساء في الدهن. نعم. يعني. فاحنا هدايا اخترناه كاسلوب معين يعني. نعم. يطلعوا منا الناس. ركزنا على فئة الشباب وكانت هذه خطوة جديدة بالنسبة للبيان حقيقة يعني إن نشاركوا الشباب في أساليب معينة يقدروا يديروها. نعم. يعني من الأساليب. طيب. هي الكتابة. نعم. خاصة إن إحنا في عصر العولمة والتكنولوجيا. نعم. أصبح الكتاب يعني. نعم. نوعا ما مش من المقتنيات اللي. نعم. يدورها أي شخص. طيب. فحاول موضوع الكتابة لما لها من أهمية. نعم. لأن تسقط الإحساس. نعم. الداخلي بطلع الشخص. نعم. ممكن يكون متنفس أو تخفيف عليه من الضغوط. نعم. اللي هو ممكن يمر بها. طيب أستاذ عفاف. طيب أستاذ عفاف يعني ما شاء الله يعني أنتوا درتوا أشياء جميلة وعدة أشياء ومتنوعة في أكثر من مجال وهذا مجهود يذكر فيشكر يعني للأسف إن إحنا ما عندناش وقت طويل نحكوا عليها ممكن بالتفاصيل ولكن في خطوة مهمة أستاذ عفاف. الخطوة القادمة بعد انتهاء حملة 16 اليوم يعني في عجالة شن هي الخطوة القادمة اللي انتم بعد ما كملتوا 16 اليوم من هذه الأشياء الجميلة جدا والرائعة اللي كانت فيها ماراثون اللي كان فيها شغل على المخيمات وعلى الشباب و و و و الآن هل حيستمر هذا المجهود بعد 16 اليوم ولا حيوقف يعني باختصار لأن الوقت ضيق معنا اليوم للأسف. نعم. هي طبعا هذا احنا كبيان هذا شغلنا وكصفاء وكأعتقد كل المشاركين هذه رحلتنا لطول السنة. بس هي التركيز كان في 16 يوم على مجال التوعية. احنا طبعا هنكملوا شغلنا في الموضوع هذا هنحاولوا احنا ركزنا على الأمية القانونية لازم في محور أمية قانونية هنتكلموا على مجموعة القوانين اللي هي ممكن ما تنصفش النساء وفي نفس الوقت في قوانين غير مفعلة. ايضا هنحاولوا ركزوا على التوعية خاصة ان التفرقة بين الجنسين يعني وكيف ان كيف تكون يعني وكيف ان اساليب التربية كيف تكون التوعية كيف تكون فبإذن الله احنا هتكون لنا رحلة جديدة يعني ومسؤوليات جديدة هركزوا على فئة الشباب بالذات يعني لما لمسناه من احتياج كبير ان شاء الله والفئة هذه ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عفاف يعني احنا نشد على ايديكم وان شاء الله ربي يوفقكم لكل ما هو فيه فائدة وفي صلاح للبلاد والعباد وإن شاء الله دائما نكونوا مواكبين مع حضرتك يعني نعتذر إن الوقت ضيق هلبة وشكرا لك وتحية منا لك ولكل أعضاء إدارة منظمة البيان للمرأة والطفل ونتمنى لكم التوفيق يا رب وإن شاء الله دائما نكونوا في متابعة أعمالكم وإنجازاتكم وأيضا مشاريعكم اللي قاعدة هذه المنظمة تقدمها للمجتمع في سبيل يعني القضاء على بعض المشاكل اللي من أساسها واللي أهم مشكلة هي العنف الموجه ضد المرأة. شكرا لك سيد عفاف. إذا المشاهدين الكرام الوقت بسرعة بيمشي الحق يعني وفي عندنا مازال فقرات مش حابين احنا نضيعوها اليوم.
شو رايكم انتقلوا لصفحه مميزه فيها ابداع واثاره ومتعه، صفحه اون سكرين اللي هي عباره عن فقره اسبوعيه يقدمها الزميل هاشم الزروق. في اون سكرين اليوم حنشوفوا احدث اصدارات نتفليكس، وهو مسلسل ذا كوينز جامبت، وهو مسلسل من جزء واحد. خلينا نشوفوا مع بعض شن عدلنا زميلنا هاشم الزروق. Men are gonna come along and want to teach you things. في حلقة اليوم حنتكلم على أحدث إصدارات منصة نتفليكس، مسلسل The Queen's Gambit، وهو مسلسل محدود يتكون من جزء واحد انطرحت فيه كامل الفكرة من خلال حلقات السبعة. Someday you're gonna be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. تقوم الممثلة آنيا تايلر جوي اللي شفنا لها أكثر من عمل ناجح منهم فيلم سبلت وفيلم إيمي بتأدية شخصية بيث اليتيمة اللي قدرت إنها تتحدى عمالقة لعبة الشطرنج في عمر صغير. واستعرض المسلسل الدوافع النفسية للشخصية من خلال العودة لبداياتها في الميتم وحادث وفاة والدتها اللي أثر عليها بشكل كبير. Creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter. يشارك آنيا تايلر البطولة بيل كام وهاري ميلينغ، وأقدر ذا كوينز جامبت إنه ينتزع الترتيب الثاني في أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصات أثناء شهر نوفمبر. Don't make me over. He is a world champion. واعتبر صناع المسلسل ان تكريم للنجم الراحل هيث ليدجر لانه كان يعتبر فيه مشروع شغف وكان ناوي يخرجه قبل وفاته المأساوية. شكرا هاشم الزروق على هذه الفقرة، وأكيد الأعداد القادمة استنوا منك في أشياء جديدة ومتميزة. توا مشاهدينا الكرام وصلنا لآخر صفحة للأسف من صفحات مجلتنا، وهي صفحة نقدم فيها معلومات وأرقام وإحصائيات ومقارنات. واليوم الحدث الأبرز اللي تتناول أغلب المواقع الإخبارية حول العالم وهي دعاوي قضائية تواجهها شركة فيسبوك، والتهمة هي دفن المنافسين. هذه حقيقة أو حقيقة ما تواجه فيسبوك من الادعاء العام الأمريكي، وقد تضطر فيسبوك إلى بيع شركتي واتساب وإنستغرام. وعالم التقنية والتجارة الإلكترونية هي من تتصدر عالم الأعمال وهي المستقبل الحقيقي، والأرقام تؤكد ذلك. هذا ما راح نستعرضه في صفحة أم في الأسبوع. جائحة كورونا، ومنذ شهر مارس لغاية الآن أي ما يقارب 9 أشهر، غيرت الكثير من المعادلات وغيرت طريقة تفكير العديد من رواد الأعمال بناء على المعطيات اللي أمامنا. فمع حظر التجوال الإلزامي اللي عاشته البشرية في معظم هذه السنة، أصبح الناس يتوجهوا إلى التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، وهذا بالفعل ما أدى إلى زيادة كبيرة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. فعام 2020 طبعا سجل رقم قياسي لعدد المستخدمين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ترتيبهم كالتالي: فيسبوك في المرتبة الأولى ب 2.6 مليار مستخدم نشط شهريا، واتساب ثانيا ب 2 مليار مستخدم شهريا، يوتيوب طبعا جد في الترتيب الثالث بأيضا 2 مليار مستخدم شهريا، ماسنجر 1.3 مليار، يعني مليار و300 مليون مستخدم شهريا. في المركز الخامس جي موقع ويتشات بمليار و300 مليون مستخدم شهريا.
انستغرام جت في الترتيب السادس بمليار و200 مليون مستخدم شهريا. لاحظوا ان فيسبوك وواتساب وماسنجر وانستغرام مملوكات لنفس الشركه، وهي شركه فيسبوك اللي يملكها مارك زوكربيرغ، ومنصاتها فعليا تتسح مواقع التواصل الاجتماعي. فهل هذا تطور وتقدم في تقديم الخدمة أم سياسة الاستحواذ أو ما يسمى بدفن المنافس؟ 47 مدعيا عام في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية رفعوا دعوى قضائية ضخمة ضد عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهذه الدعوات ترتكز على اتهام فيسبوك بانتهاك قانون الاحتكار والإضرار بالمنافسة من خلال شراء شركات أصغر زي إنستغرام وواتساب، والهدف لمنع التهديد الذي يشكلان هذه الشركات، بمعنى آخر لسحق المنافسة. وأهم صفقات فيسبوك اللي يعرفها الجميع كانت في عامي 2011 و2014. في سنة 2011 صفقة شراء تطبيق إنستغرام بمليار دولار، وفي سنة 2014 صفقة شراء تطبيق واتساب ب 19 مليار دولار. طبعا إلى جذب الأنظار إلى هذه التفاصيل والحد من سياسة القضاء على المنافس، هو الضوء اللي تم تسليطه على عمالقة التكنولوجيا في العالم واللي تضاعفت أعمالهم والإقبال على منتجاتهم، وتحديدا خلال جائحة كورونا، بل ومنهم من تضاعفت ثروته خلال 9 شهور الأخيرة بصورة لافتة. خلينا نستعرض ثروة عمالقة التكنولوجيا وكيف تضاعفت خلال أشهر بحسب مجلة فوربس. نجي نشوفه طبعا غني عن التعريف، ثروة مارك زوكربيرغ خلال طبعا أشهر شهر مارس 2020 كانت 54.7 مليار دولار، في نوفمبر 2020 تضاعفت إلى 101.7 مليار دولار استعراض، يعني 101.7 مليون. طبعا كانت هذا التضخم في قيمة، حتى الرقم كبير هلبة يعني في قيمة ثروة هذا الملياردير صاحب، طبعا والكل معروف صاحب هذه المجموعة. طبعا مجموعة ما تم الاستحواذ عليه طبعا من قبل فيسبوك هو أكثر بكثير مما عرضناه. أما شركة مايكروسوفت اللي يملكها الغني عن التعريف أيضا دائما نسمعه على اسمه بيل جيتس، فحسب مجلة فوربس فثروة بيل جيتس طبعا كانت في شهر مارس 2020 كانت ثروة بيل جيتس 98 مليار دولار، في نوفمبر 2020 وصلت إلى 117 مليار و400 مليون دولار، أرقام كبيرة. طبعا استحوذ بيل جيتس من خلال شركة مايكروسوفت على موقع لينكد إن وسكايب ونوكيا. أما جيف بيزوس مالك موقع أمازون للتجارة الإلكترونية فكانت ثروته في مارس 2020 113 مليار دولار، ما عندهاش كسور، وفي شهر نوفمبر 2020 وصلت ثروته إلى 182 مليار و400 مليون دولار، واستحوذ بيزوس وموقع أمازون على موقع سوق دوت كوم بصفقة شهيرة بلغت أكثر من 650 مليون دولار. سواء بالاستحواذ أو بالأفكار القابلة للتطبيق، هذا هو عصر عنوان العصر الجديد من التجارة، عالم الأعمال متوجه نحو التقنية والتكنولوجيا، ودائما ما نعرض الإثباتات بالأرقام والوقائع، ولتكن 2021 عام ريادة الأعمال الرقمية. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون ختمنا آخر صفحاتنا لهذا الأسبوع من عدد اليوم من المجلة، عدد جديد صفحات جديدة نتابعوها إن شاء الله في الحلقة الختامية القادمة إن شاء الله، ونهاية سيزون إن شاء الله هتكون الحلقة القادمة. كونوا في المتابعة، إلى اللقاء.